إيثار جواد إحدى نساء بابل أبت إلا أن تطعم أولادها الخمس لقمة الحلال وسط صعوبات اقتصادية فضلاً عن التقاليد والأعراف الاجتماعية المتوارثة في المجتمع العراقي. أصرت إيثار الاعتماد على نفسها وتحقيق حلمها في افتتاح مشروعها الخاص، حيث افتتحت أول محل لبيع المعجنات والورود الطبيعية لتجهيز حفلات الأعراس والمناسبات، بعد أن كانت تعمل سابقاً في البيت وتبيع منتجاتها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البيع لمعارفها وأقربائها. أنا بالنسبة لي كافتتاح محل خاص بي، وأنا تعرفون أنه أنا كنت أشتغل أعمال يدوية بالبيت وأشتغل كيك وتجهيز حفلات أعياد الميلاد بالبيت، كان حلمي وطموحي أنه أفتتح المحل الخاص بي، والحمد لله والشكر الله وفقني سبحانه وتعالى ودعم من الأهل والناس الطيبة اللي ساعدتني بافتتاح مشروعي الخاص بي، الحمد لله والشكر. الفكرة بدأت من صناعة بعض الهدايا والتحفيات الصغيرة، ثم انتقلت إلى تعلم حرفة صناعة المعجنات، وبدأت بعرض أعمالها على بعض الأصدقاء والأقارب، وقاموا بتشجيعها إلى أن وصلت إلى ما كانت تطمح إليه. ساعدتها بالموضوع وحققت نجاح باهر، وهسه عندها زبائنها وناسها وافتتحت محل وامورها تيسرت والحمد لله. بس احنا نتامل انه هذه خطوه بتقدم المراه العراقيه، انه دا تشتغل على نفسها، انه دا تتطور شويه شويه، وان شاء الله دا تثبت دورها حتى لو كان بشيء بسيط، المهم انه هي دا تثبت انه هي شنو فعلا. إيثار جواد هي نموذج للكثير من النساء العراقيات اللاتي فقدن المعيل، ليحاولن تأسيس مشاريع تجارية لمواجهة التحديات والظروف الصعبة التي تعاني منها أسرهن.